مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص مع الدكتور الكسندر ساشا بوديروزا، ممثل صندوق الامم المتحده للسكان في مصر. First of all, we are welcoming you on Extra. في البدايه نرحب بك على شاشه اكسترا نيوز. We will talk about the في البدايه يساند صندوق الامم المتحده للسكان الاستراتيجيه الوطنيه للسكان في مصر، فما هو شكل التعاون بين الصندوق ومصر؟ The United Nations Population Fund. We have with the government of Egypt the framework. حسنا، نحن لدينا شراكة مع الحكومة المصرية 2018-2022. هناك العديد من البرامج تدعم مصر، خاصة البرامج التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان، وآخر 10 برامج هم ضمن خطة دعم هذه الاستراتيجية منذ بدايتها منذ عام 2018 وحتى 22. فإن الاستراتيجية الوطنية للسكان هي نواة التعاون بيننا. 2022 and the core of that program is support to the national population strategy and implementation of the national population strategy. If we talked about بالنسبة للدعم المادي الذي قدمه الصندوق لمصر حتى اليوم، ما هو حجم هذا الدعم؟ This fund. So we are right now the current country program is at the size of the 54. حتى الآن يبلغ حجم تمويل البرامج الخاصة في مصر 45.6 مليون دولار، ونحن نطمح أن يزيد حجم هذا التمويل إلى 70 مليون دولار. وكل هذا التمويل مدعوم من ممولين مختلفين، ومن ضمنهم الداعم الرئيسي لنا وهو الاتحاد الأوروبي. How do you see the Egyptian national? رأيك في الاستراتيجية الوطنية للسكان وفي كيفية تنفيذ مصر لها؟ How Egypt is doing it? الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر قد طورت عن بدايتها في عام 2015 من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان. ففي هذا الوقت كان لا يزال هناك نقاشات تتعلق بقضايا الزيادة السكانية. ولكن إذا كنت تسألين عن الاستراتيجية بعد مرور 4 سنوات، فهي بالفعل بداية جيدة. هناك مساحة للعمل. فإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فهناك الصحة وتنظيم الأسرة، وأيضا هناك العديد من القطاعات المختلفة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسكان. ونحن نعمل عن قرب مع المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة لتحقيق هذه الاستراتيجية والعمل عليها بشكل أوسع، وذلك بحسب رؤية مصر 2030. ونحن نتعاون أيضا مع وزارة التخطيط والمتابعة. But in the context of linking the strategy to the big picture and to the sustainable development goals and the Egyptian vision 2030, we are engaging more and more with the Ministry of Planning and Administrative Report. إلى أي مدى ترى أنه هناك نقاط تحتاج مصر إلى التركيز عليها أكثر من غيرها من أجل نجاح هذه الاستراتيجية؟ في الحقيقة النقطة الرئيسية التي نهتم بها هي تنظيم الأسرة. ولكن إذا سمحت لي، عندما أسأل من قبل الصحفيين حول ما هو النموذج الذي يشبه مصر، إجابتي دائما تفاجئهم، لأنني أقول أن أفضل النماذج التي تشبهها مصر هي النموذج المصري. مصر حقا تضع برامج جيدة، منها برامج تخص تنظيم الأسرة. قبل سنوات كان معدل الزيادة السكانية في مصر نسبته 5.3%، ومصر حاولت أن تقلل هذه النسبة إلى 3% من خلال وضع برامج جيدة وتنفذها. فاليوم معدل النمو السكاني وصل إلى 3.5%. فإذا تحدثنا عن نموذج، فيجب أن نأخذ مصر كنموذج، كما أنه يجب أن ننظر إلى ما تفتقده البرامج والعمل عليه. Egypt managed to reduce fertility rate for 3.0 by putting really good program together and scaling it up. Today fertility rates are 3.5. So usually when we have a discussion about a model, I said like, you know, what we have to take from that model, what was good, but also critically look what was missing and then try to address what was missing. Okay, you talked about family planning, this point. لقد تحدثت حول تنظيم الأسرة، هل تعتقد أن هذه النقطة هي سبب الزيادة السكانية في مصر أم هناك أسباب أخرى؟ For overpopulation here in Egypt. Listen, I mean it's very debatable. I mean, what are the reasons for overpopulation? I mean, بالفعل هناك العديد من الأسباب. فإذا نظرنا إلى صعيد مصر، كان من الشيق لي أن أعرف أسباب بعض المزارعين لماذا يريدون عائلة كبيرة. فقد يرى بعضهم أنهم يريدون رجال ليعملوا معهم في الحقل. إنه نوع من أنواع تفضيل الرجال. فلسنوات عمل البرنامج على تنظيم الأسرة والتركيز على العائلات الكبيرة، لكن حاليا الحكومة لها رؤية مختلفة وتركز على النمو والاستقرار الاقتصادي.
وانطلاقا من هذه النظرية لم يتم فقط التركيز على تنظيم الأسرة، ولكن أيضا التعليم واحد من أهم النقاط التي يجب الاهتمام بها. فالتركيز على الشباب وتعليمهم يجعلهم عندما يقومون بتكوين أسرة لا يفكرون بنفس الطريقة، فهم يفكرون بطرق أكثر وعيا، ويجب أن نركز على هذه النقطة في الفترة القادمة. Due to the fact that we were, when the young people who were at that time when we had the big family planning programs were not exposed to the comprehensive reproductive health education, when they became the parents, when things, situation changed, when family planning messages disappeared, they quickly adopted new way of thinking where the big family was basically the something that people were focusing on. So we need to address those kind of things this time. ولكن في رأيك ما هو السبب الرئيسي للزيادة السكانية؟ هل هو تنظيم الأسرة أم التعليم؟ It's basically for the current surge, you know, the different region. For example, lack of more focus. من خلال الدراسات الحالية هناك العديد من الأسباب، ويتم التركيز على التعليم بشكل كبير في المدارس. فالزيادة السكانية في مصر وصلت إلى مستويات مرتفعة، ويجب أن ننظر كما ذكرت لنقطة كالتعليم. فعندما كنت أنت صغيرة كان معدل الولادة في الأسرة كبير، ولكن هذا التفكير قد تغير مع الوقت، ولهذا نحاول أن نستمر في تغيير تلك الأفكار والتي كانت متواجدة بشكل كبير في الثمانينيات. Young. I mean, at that time when family programs were really strong, there were different kind of norms where the society was supportive smaller size family, and that changed by the time. And at some point, the messages were different. The big size family was the message of the day. So that's why today we are trying to revert that wheel and to repeat what we were doing good in the 80s. And address things that were not addressed well back in the 80s. Okay, but if we talked about out of your experience with other countries. كيف للزيادة السكانية أن تؤثر على خطط النمو الاقتصادي من خلال معرفتك بتجارب البلاد الأخرى؟ Economic development here in Egypt, we have a plan already. So how can this affect the plan, our plan? Let me just give you some statistic. Every year, as a result of the population growth, there are 800,000 young people who enter job market. Every year. دعيني أقول لك بعض الإحصائيات. كل عام بسبب الزيادة السكانية هناك 800,000 شاب يحتاجون إلى الدخول إلى سوق العمل، وهذا يعني أنه على الحكومة المصرية أن توفر 800,000 فرصة عمل جديدة سنويا. وإذا نظرنا إلى نظرية الاعتماد، ودعيني أبسطها لك وأشرح ماذا تعني، فإن نسبة الزيادة السكانية ليست عالية تحت سن 14 عاما وفوق سن 64 عاما. هذه الفئة حجمها 62%، وهذا يدفعنا إلى دراسة قضية النمو السكاني، ولدينا فرصة كبيرة لدراستها بطريقة صحيحة. والطريقة الصحيحة كما ذكرت بالنظر إلى البرامج الجيدة كبرامج تنظيم الأسرة وتمكين المرأة وتعليم الصغار، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات المختلفة كترشيد المياه. وهناك معايير دولية يمكن النظر إليها ويمكن القيام بدراسات من خلالها، وأيضا الزراعة والمعايير الاجتماعية النابعة من كل مجتمع. كل هذه الأمور يجب النظر إليها. Multi-sectorial response. Water security. You know, if you're looking international standards and what is the access of, you know, water that that population of Egypt has, you know, how we address that? Agriculture. Can we modernize agriculture so that it was not any longer used as a labor incentive? Addressing the social norms about a big family as a norm in some part of the society. So all of that has to be addressed. هناك تعاون بين صندوق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان. فما هي أبرز سبل التعاون بين الجانبين من أجل دعم هذه الاستراتيجية؟ Support this strategy. European Union is the largest. الاتحاد الأوروبي هو الدعم الرئيسي لهذه الاستراتيجية، وهو داعم حقيقي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونحن نتعاون من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر، وذلك من خلال عدة برامج، وهي تنظيم الأسرة وتمكين المرأة والزواج المبكر. فالحقيقة يتم التعاون في هذا الإطار من أجل تنفيذ الاستراتيجية. That is the framework in which this cooperation is happening. What is the fund plan to? ما هي خطة الصندوق من أجل ضمان نجاح تنفيذ البرامج الخاصة بالاستراتيجية؟ For population in Egypt. No, we have a know-how.
نحن لدينا كل التفاصيل التقنية من أجل مساعدة مصر، ولدينا علاقة قوية تربطنا مع الحكومة المصرية، ودائما ما ننظر لأي مشكلة من أكثر من جانب، فلدينا العديد من الشركاء نعمل معهم. نحن لا نعمل فقط مع وزارة الصحة والسكان، لكن نعمل أيضا مع المجلس القومي للسكان وهو شريك أساسي، ونعمل أيضا مع وزارة التخطيط ووزارة الشباب. فنسبة الشباب من هم أقل من 29 عاما تبلغ 62%، ونعمل أيضا مع وزارة التعاون الدولي، وهذا دليل على أن علاقتنا مع مصر قوية جدا ولها جوانب عديدة، ويدل على أننا نستطيع أن ننجح معا. Ministry of Planning and Administrative Reform. So that's a basically sign on its own that this partnership is really strong. Is a multi-sectorial, and that's the only way that we can actually succeed together. How does the United? كيف يدعم الصندوق المنظمات الأهلية المحلية التي تعمل في مجال التوعية ضد بعض الأفكار السلبية تجاه القضية السكانية؟ Negative thoughts regarding the population growth. Right. So let me just give you an example. I just came, a couple hours ago from Aswan. دعيني أعطيك مثال. لقد أتيت منذ ساعات من أسوان، فقد كنت مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. لقد ركضنا لمسافة 2 كيلومتر مع العديد من الشباب في أسوان، وهذا جزء من خطة 2030. إن 2030 عام مختلف لمصر، ونحن جميعا نتمنى أن تحقق مصر ما تريد، ونود أن ننتهز هذه الفرصة للتحذير من ختان الإناث وكيف أن ختان الإناث يؤثر على الزيادة السكانية كمثال. نحن لدينا الآلاف من الشباب والمدربين، ونستخدم المسلسلات والبرامج الترفيهية من أجل الوصول إلى الشباب، وهم آباء المستقبل، فيجب أن يكون لديهم اختيارات جيدة. Young people, we had the trainers on the spot who were orienting them. We use drama, we use TV shows, we use entertainment education, basically to help particularly young people, but who are future parents, to internalize messages and being able to make informative choices. Okay. Of course, the United Nations Population Fund supports Egypt. بالطبع قد قام الصندوق بتمويل العديد من القطاعات المختلفة في مصر، ولكن ما هي أكثر القطاعات التي يركز عليها الصندوق على تمويلها وحجم هذا التمويل؟ And what is the amount of fund that that's funded in this sector? We just put this answer to your question on two different levels. سأجيب على سؤالك هذا بطريقتين مختلفتين. الأولى هي البرامج التي تعمل منذ عام 2018 حتى عام 22، وهم مقسمين إلى مجموعة من الأولويات من ضمنها العمل مع شركائنا على تنظيم الأسرة. والجزء الثاني هو قوة الشباب، لذلك نحن نتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأيضا نتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والسكان. فهناك توازن، ومعظم الأموال تذهب إلى تنظيم الأسرة، فنحن ندعم أهداف التنمية من خلال العمل مع الحكومات المختلفة. أخيرا، إلى أي مدى يمكن للأمم المتحدة المساهمة مع مصر في استغلال الموارد البشرية المتاحة من خلال التدريب؟ Utilizing the available human resource through training, of course. Very far. As I said, we really don't need to look any further. I mean, that's why I already gave you an example. في الحقيقة ليس بعيدا، نحن لا نحتاج إلى أن ننظر بعيدا، ولهذا قد أعطيتك مثال أنه من خلال خبرتي إذا نظرنا إلى مصر، مصر لديها العديد من المواهب التي يمكن استخدامها وتطويرها، ومن المهم أن تنظر مصر إلى كيف تدفع البلدان الأخرى باقتصادها. فمن المهم أن تتعلم مصر من تجارب الآخرين وأن تطبقها، ولكن على الطريقة المصرية. How they utilize demographic transition to push their economies forward. So it is important that Egypt learns from others, use that examples, but still they need to tailor it on the unique context of Egypt. Thank you so much for this interview. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. كان شرف لنا اللقاء بك على شاشة إكسترا نيوز. You're very welcome. أهلا بكم. هذا من دواعي سروري. مشاهدينا الكرام، الشكر بالطبع موصول لكم على طيب المتابعة. كان هذا لقاءنا مع الدكتور ألكسندر ساشا بوداريزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، ودمتم في أمان الله.